inaad waafajiso oo aad maalkaysay aad ku qasabto ahladii iyo inta masuulka masuuliyadaada soo galaya in ilaahay aatiicaan sida uu aatiicay subhanahu wa ta'ala zawjka wanaagsan ama saaliha ah ilaahay subhanahu wa ta'ala inaga wada dhigeen waa inuu yahay mid dabeecadiisu ay wanaagsan tahay xasanul khuluq inuu yahay ruux dabeecad wanaagsan uu yahay dabeecad wanaag waa maxay inuu qabow yahay inuu garab jilicsan yahay inuu maxbuub yahay inuu yani kull shay oo aad jeceshahay in lagula dhaqmo inaad kula dhaqmayso dadka way ka tahay sawjadaada ay ka tahay wax walba aad jeceshahay in lagula dhaqmo inaad kula dhaqanto cidda marka hareerahaaga joogta way ugu ahalsan tahay sawjadaada oo maalkaysay kuu dhaxday kaasa marka waxaan leenahay ninkaasi wuxuu leeyahay dabeecad wanaagsan ayadina waxay u noqonaysaa ilkitaab wasunna sida caaisha radiallahu canha markii la weydiiyey كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كذا بعد سوسيبا يا هي وهي ترى عائشة كان خلقه القرآن طبعا دي سوها يا هي قرآن كا. إذن قرآن كي هدو روحي كل رقم الزوج كي وحمرك شكل أنا إني طبعا دي سوى نفسناتو هدي طبعا دي سوى ما تشيخ كهل دونا رجل كطبعا دحن أما طبعا ما في أخلاق دي سيحن تهي قف كاسي مكا موسى طبيقين استقامة دي توصنين دي كو توصنان تي طعالي الله سبحانه وتعالى لك مهلم wuxuu kala ku noqon karaa ninku nin wanaagsan inuu yahay mid ku dadaalaya barashada cilmiga sharciga uu yahay mid u soo jeeda baahi u qaba raadinaya inuu barto kitaabka alle iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam aan ku mashquulsanayn waxyaaba taafiha oo aanan yani digaagad biyo ka cabin meelo iyo fadhi ku dirir iyo hadal iyo anuu fadhi ku dirir inta badan ma dhehe fadhi ku cabaad baan dhahaa nin fadhiya ma diriro waa nin iska cabaadaya wey marka meelaha fadhiyada lagu cabaado iyo aan ku mashquulsanayna رادينا يومه يأذوني آخر وكبت بادلها إن كم مقطع يعني حرقة النعاسة هي دونيس النعاسة يدنا وحي كنتا إن نك النقض نم ونعسنا صالحا وحكى له كم إذا نك ونعسنا على مذاه للرب إلا جاركو إن النقض قد وحسنا لجد دنسنا يو إن اللي قد يلو أو يمارك سي أولادي أي كره فيرنا يا وسيد أباه إن النقض الرب إليهن ومارك سي درس كي يجار كي إليهن سيد هبل إن النقض الرب ومارك ساي مجتمعي عالم كي إليهن سيد هبل إن النقض ربنا قد وحسنا إن الروح النقض أو دايشة ونسل والروح النقض كد دالو تانا مركا معنى ذو حوية إن إسكا الإلالي أو فيرفيريو ما لها عيبه وإكا إمانيا كاني كرأيني مارك ساي داوع أثماته ومارك ساي قد ودي يكو دايشة دي سيأي هوسو دعوه وحكا لو كاني كرا إنو نقضو نينكو نين ونسل إنو يقان سؤولة رقمي حاسكيسا يعني واتان هربوت المانون اللي جدي وهاي سوهز قال يا دان دانو إنه كتاب كيس النظر كل رقم يو لكن هنا واسع النظر تلا إنه قف كي يقانو قف كان أصو هو يتي أضيق إلا لي إسلام تي لا شيء وكان صو لح بحي أما فير ها كل صو بحا أما جعلي وها كل صو بحا وها ربع برعد نما يمشي الدوني ها أمراء قبل ده أصو هو يتي يقول جو أصو كشيء أو مسؤولية ده قاضي إنه يقان سؤال الرقم الأمر أي سنة أكتي سكر نقول كارتون ماشي يالا إنو يقانو إنو يمكن قف إحساس لأو يهي قف شعور لأو يهي قف إلا إلالي وباهن أو يهي قف إلا لقالي وباهن أو يهي قف إلا مغلا وباهن إنو يهي قف إلا دريال وباهن إنو يهي قف إلا احترام وباهن إنو يعني إنو يقانو واحد ماشي أجوغا إنو سن أهين شجر إيا دقاها إنو يهي ماكي سيقف بن آدم إنو يقانو سوء لدق ميو زوجتي سيدنا وكككينا يا من الكتاب والسنة هكرنا لين كتبت أي قرآن نمن كلف كان نقارنا يجعل كان نقارنا يري أبدا بين بشاجن جد وضوي وين هلا سنن وحي أي كانين وضلنا وحي كل ما لنا هباء منثورا إلى أرنتي غلو وقشي أو ما في سيلس واحد قد بي لكن إسلام كتوازن كيسة روح مركي وبرتو وحماشة كإيمانا يبيت دم يسترا ولا بد يقف سيس ولا تميان إياه قنن وحكروا كيني كرا إن منكم من صالح يهي هم يسيء مرجدي سين آخرها صو وسن الدنيا كفكرين وسن الدنيا كو مشغولين وسن الدنيا برس كي سي بين سدي سوصلو قادنين اخره وما كي ساي ادون يعني وجهيو وادون كي سو ادون او غديغو اخره دي سو ادون او غديغو تان مركا وهي كينيسا ان روح اسي الله سبحانه وتعالى طرق فربضا الافر سي رسول كبو يير عليه الصلاه والسلام روحي اخره ده كدغا مروغديسا اي وها او كفكراي او كولولسن يحي إلهي سبحانه وتعالى لباتني سأدوني وها جاجيا يعني فقر يجاج وطب ضافيا ونكرد قف غنيا حتى هدوس وحبه يسنين وحي أمورها ككرة تكسن إله وأوروريا عكس جاد روحي الدنيا كفكرة آخر إلهي ضافيا الدنيا عرير بجليا
والولي والبهار بكون ولادا لبك كواد نسوق محرما الروحي الدنيا كفكروي ما كان لينكو إيو يهنين آخرة كفكراي أو شيء والبو الله في ري آخرة رادناي في النبي عليه الصلاة والسلام عائشة وهي قشي نافذ بي قشي ريا أيضا نافذ في قشي وقال النبي صلاة بو آذي مركو صور نقضي بري عائشة ماذا فعلت بالشاتي ردي محاكو سمي سمانتا قشي وحين تري يا رسول الله islaantii hebel ayaa hayd daris keenay hayday ahay garoobta waxa uu diray xogaa arurti agoonta ee reer hebel xogaaga soo diray masaakiinta halka joogta xogaaga soo diray ridii oo dhan baan qaybiyay illa garab mooyaane baan noo haray markaas inagu wiir maayo ridii oo dhan baan noo hartay illa garabki mooyaane laana garabki anaga aan isku shaqayn geeyna way dhamaan laakiin intii aad bixisay ayaa loo ah wixii noo haray inuu markuu ninku yahay sida qof aakhira kuugu xiray waxay keentaa inuu noqdo nin saalix ah ama zowd marka ku haboon inaad la ciishto ama aad la noolaato mudan imadii hadii goor ku xusuusinaya aakhiro markuu ku arkaado uu lacag meel ku kiisayo uu keenay xogaaga sakadii marka bixisay oo masaakiintii waxaan ku dartay maanta magaalada waxaan maqlay sadaqa la aruurin waxaan noogu dartay maanta sidan laakiin aan warkiisu ahayn haye maxay tahay daahiyadii ma naga bedeshay kaarbadkii ma la bedelay in kursiga waxaaga uu si buu yahay duwan xagga adduun uu ku fakaray ka waxa gacmaha ka dhaq oo billahi tawfiiq markaa sheekh maxamed uu keenay وحكلو ما رتاي صالحا روحا وناسن منك وناسن لقرب وحوي إنو يهي هد يقور يعني مد أي كم مقطة مشاعر تكم مقطة يعني مشاعر وحنك وضا معنيه وحي أكو قرسدي أو أتقبرنا نو قرسدي نيهو إلي كم مقطة أي سكوت لما نقول هبين كيقوه الرياه وشوي لما تي مشاعر تسير الجوكتو هذا الكي معانا إيو أباي معاني إيو وكو جعلها إيو موصور كي إيو إسلال دلالين تي إيو كالر توستوسين تي إيو مشاعر تسير ولقا أي كم مقطة سياد زوج صالحة وآهات هذا يقول كذلك إنه ما أنك يهي رجل قيمين يا وقتك إيو ما أنك سايي مهمة دولة يهي لحظاتك البرقسية دانا كالقران كرا وقتك وما أنك سايي واستعمال يو إيا ماشا وقرين يو أنا هين ممهن يعني روح يعني مهمل أهو وقتك وسلانتي سقيمك لهين قارو بحي قارو صور نقضي وجهده وكل ما قيها يو نفعي وهي آن قراني لنا oo iska socdo wallahi saacad iyo la tagtaan arkay niman baan iska la sheekaysanayo waqtiga iska tagay baan arkayba hada waxa weeyaan qofkaas isaga ay saalix uma ahan inuu marka uu reer u hoggaamiyo idan inuu garanayo qiimaha uu leeyahay macni maxaa la oran jiray waqtiga uu leeyahay inuu yahay qof ku dadaalaya siduu weegi qof ku dadaalaya Ibn Abbas radiyallahu anhu ahadu talaamidihi baa weydiiyay si loo soo socday guriga markuu ku soo dhawaaday buu yaray istaagay wuxuu la soo baxay caday wuu cadaysaday shan uu la soo baxay wuu shan shanlaystay markaasay wuxuu ku yiri talmidkii yaa Ibn Abbas guriga aad galaysaa maxaa dhacay markaasuu wuxuu yiri yaa qabi waxaan jeclahay inaan isu qurxiyo xaaskayga siday aan u jeclahay iyaduna isu kay qurxiso marka intay guriga joogtay iyaduna isdhaafdaashayso isugayso waa inaan Allaah isa sii qurxiyaa buu yiri laana waxa aan ka rabo umayaduna iga rabtaa lidaalima marka idana muhiim ay tahay rajulka saaliha ama zawjka saaliha ah inuu ihtimaam siiyo waxyaabaha ay xaaskiisu jeceshahay mandar ahaan laakiin wixii sunnada khilaafsan maya hadday gabadhu tiraahdo wallahi ninka garka xiiran baan jeclaa inuu garka xiir ninka ka yeela wada jeclaa ha dumar fara badan baa jira yaani ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha ka cafiyo diintana ku soo hanuuniyo wax alla wixii madaahir islaami aan neceb khamiiska ugu taagan tahay urni suufi baa lagu arkaa maxay tahay maalmo walba oo cimaamadu umad si wadata wuxuuga isyara dhaasho dhaasho taay hiro yani dhaxda duqso waxa ay wax ku wadaaniyo jaakadan weyninka badal bedelo maxay tahay mid uu 30 kun soo gar uu si uu wax yeel ma yadii inaad raali ahow jahannama aan shaad ugu gala halkaaga ku joog marka waa in waqfka uu mandarka uu ilaalinayo uu yahay mandarkii toosinayay sharciga iyo maxaa la dhihi jiray hadii aad ku samayn ogol yahay inuu gurigu ahaado guur islaami ah lahaado marka wixii taas soo dhaweynaya inaad qurqurxisid ood ihtimaam siisid ood muqmuuqaagu uu noqdo muuqaal soo jiidan kara sii ziyaadin kara hadii goor kalgacaylkii iyo maxabadii la isu guursaday ninka wanaagsan waa ninka xiriiriya qaraabada qaraabada gabadha ay ka timid qaraabadiisa haddii aan lagu sameeyo gol yahay cid allaaliya ciddii qaraabada gabadhu ay jecel yihiin ee ilaahay dartii diin ku jecel yihiin cid allaaliya ciddii ahalkaagu ay jecel yihiin ilaahay dartii diin ku jecel yihiin inaad xiriiriso xiriirinta noocaasina aysan dhaafin xadkeeda iyo mubaalaqa aysan ku imanin